السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم يا رب بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بقى هصور لكم انا بعمل ايه بالليل في المطبخ بتاعي. يعني انا كل يوم بعمل كده بالليل، فانا هنا هشيل بقى الاطباق اللي انا هي كانت ماما هي اللي غسلهم على فكرة، فهي غسلتهم. هي ماما مش معترفة اساسا بالغسالة، يعني غسالة الاطباق بتقول ده احنا بنغسل احسن من الغسالة، وايه لازمتها الاطباق نظيفة وكده. فهي بقى غسلتهم وسابتهم كده يصفوا، وبعدين انا بقى خلاص هشيل الحاجات دي كلها. وهنا البرطمانات ديت بشيلها، ولو لو لقيت عندي بقى اللي هو الغطشان البلاستيك بحطهم، يعني بحطهم بدل الغطشان التانية دي، فبتبقى حلوة جدا. يعني اي حاجة عندي برطمانات ازاز مش برميها خالص، بحتفظ بيها، اخزن فيها حاجة، احط فيها توابل كده. يعني هنا بقى كان في شوية بطاطس كده هشيلها، يا اما بتغطيها بغطا، يا اما تحطيها في بلاستيكية يعني بغطا، يا اما هتغطيها بورق اللي هو قصدي بالاكياس دي. انا دايما لما بحط اي حاجة في التلاجة عادي بحطها في طبق عادي خالص، وبعدين بغطيها كده كويس. لما انت تغطي الحاجه يعني ما تحطيش الحاجه مكشوفه ابدا في التلاجة، بتاخد من ريحه التلاجة. يعني ممكن تغطيها زي ما انا وريت لكم كده، او تحطيها عليها الكيس. هنا برضو كان فيه شوية خضرة فاضلين من اللي انا كنت النهاردة بعمل محشي، فهشيلهم لان انا كنت يعني كانوا طلعوا كتير، وهشيلهم بقى لبكرة. يعني هو البكرة بس هحطهم كده بمناديل، طبعا سبتهم لحد ما يجفوا كل المية اللي فيهم، ويدوب بس هحط لهم كده منديل من فوق ومن تحت، واحطهم في التلاجة عشان هستخدمه بكرة للسلطة. بس اهم حاجة تحط المنديل، تغطيه بالمنديل كويس عشان ما تصفرش منه. بس وهي دي البكرة اللي انا بحطها دايما في الديسبنسر بتاع المناديل بتاع المطبخ، حلوة جدا. بتخلي انا طبعا حاطة الديسبنسر عالي شوية عشان طبعا الولاد بيشدوا يعني مناديل كتير، فانا معلية. هنا بقى هغسل هنا الاطباق بعد ما خلصت، واشيل بقى كل حاجة. هي كانت ماما اول ما اتغدينا كانت هي زي ما قلت لكم غسلت الاطباق وكده على ايديها يعني، فالغساله ما فيهاش بقى اي حاجه، فانا قلت خلاص هغسلهم برضو على ايدي وخلاص، مش هياخدوا حاجه لانهم اساسا مش كتير يعني. بس كنت عايزه بقى اقول لكم على موضوع حماتي، وانا فعلا انا بحب حماتي جدا يا جماعه. عايزه اقول لكم مش يعني مش شرط ان كل الحموات تكون مش كويسه، يعني انا شايفه كده اللي كله بيشتكي من حماتي، يا حماتي مش كويسه، حماتي واخت زوجي واخوات جوزي كرهوني، مش عارف. لا يا جماعه والله العظيم في اكيد في حموات كويسه، واكيد في ناس كويسه يعني، ما تخليها يعني عايزين ما نخليهاش كده خلاص قاعده ان الحما مش كويسه. يعني انا حماتي كويسه جدا، فيها مميزات حلوه قوي يعني، بجد انا استفدت منها ومن قعدتي معاها. فيها ميزه جميله جدا اللي هي مش بتتدخل في حياتي خالص، يعني هي خلاص عندها مبدأ اللي انا جوزت ابني فخلاص هو في حياته، حياته مستقله بيه، يجيب بقى الحاجه اللي هو عايز يجيبها، يسافروا يروحوا هنا يروحوا هنا، ما بتسألش اساسا. فهي بجد انا استفدت منها جدا في الحته دي، ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا يدينا الصحه يا رب كده. فعلا انا خلاص انا جوزت ابني، وانا عايزه من ابني ايه اساسا؟ اللي هو يكون سعيد ومبسوط. فخلاص انا ما اتدخلش ولا اي حاجه، كاني يعني انا خلاص الحمد لله في حياتي، وهي خلاص في حياتها فكده. فده انا استفدت جدا منها. برضو استفدت جدا من قعدتها، هي قعدتها مسلية جدا يعني، أنا طول ما أنا قاعدة معاها هي طبعا بتقرأ كتير قوي، يعني ما شاء الله عليها يعني في موضوع القراءة مثقفة جدا، فعندها معلومات كتير، عندها يعني بتحكي لي بقى حاجات طبعا من يعني وهي صغيرة، وهي في جوازها عملت ايه وكده، فبستفاد منها قوي. برضو بتحكي لي حاجات كتير عن جوزي وهو صغير، يعني حتى لما انا مثلا ابقى قاعده معاه واقول له ده انت كنت بتعمل كده وانت صغير، يقول لي ايه مين اللي قال لك؟ ماما، دي ماما دي فتحاني. فانا قفشاه يعني، عارفين كل حاجه بقى بتقولها لي، ما شاء الله بحس ان انا فعلا اللي هي صديقتي كده وانا قاعده معاها. فانت دايما يعني ما تحسسيش يعني على طول، ما تحطيش في بالك يعني اللي حماتك دي مش كويسه، ما تتعامليها زي مامتك، يعني عاملي معاها زي مامتك. اكيد انت ومامتك لما بتقعدوا مع بعض بيحصل مشاكل يعني عادي، ده الطبيعي يعني، لان طبعا شخصياتنا بتبقى مختلفه عن بعضها. فايه خلاص المشكله، حصل مشكله ما بينك وما بين حماتك لو بسيطه يعني،
اعديها يعني. هو مثلا ممكن تقولي لها بالراحه، طب يا ماما لما اكون زعلانه مثلا حصل موقف ما بيننا، بلاش تقول لجوزي، قولي لي انا، ومثلا ان شاء الله اتعلم من الغلط اللي انا عملته فكده. لكن احنا بقى ماشيين بالند، لا هي حماتي وهي ما بتعمليش زي امي، زي قصدي زي امي، فانا مش هعملها يعني خلاص. وهي برضو مش بتعاملني زي بنتها، فطب وليه؟ طب ما ممكن تكون فعلا بتعامل بنتها كده يعني، مثلا بتتكلم معاها كده. فخلينا نبقى يعني ايجابيين كده. ابدأي انتي مع حماتك، حتى لو حماتك مش كويسة غيري من طريقتك، يمكن تكون يعني تتغير. هنا انا كنت عاملة محشي زي ما شايفين كده، وعملت كتير بقى عشان يكفيني لبكرة، عشان بكرة يعني ابقى فاضية يعني. شلت بقى المحشي في التلاجة، وحطيت هنا كان فيه شوية لحمة برضو، حطيتهم في بولة كده وغطيتهم برضو بالكيس، وخلاص كده برضو هشيلهم في التلاجة. هنا الترمس ده انا بحب استخدمه جدا لما يكون عندي ضيوف، يعني بحب اعمل الشاي قبل ما ييجوا، او اعمل المشروب اللي انا هعمله، او ساعات بسخن ميه واشوف هم عايزين ايه يعني واستخدمه يعني. ما بياخدش معايا بقى خلاص عشان ساعات ببقى مكسله، او مثلا بكون بتكلم مع، لو جاي لي واحده صاحبتي اتكلم معاها وبنسى ابد جدا يعني ان انا اقوم اعمل لها حاجه، فخلاص ببقى مجهزه الحاجه احط على طول واصب على طول في الكوبايات. بس هنا البوتاجاز زي ما انتم شايفينه مش نظيف خالص، طبعا كنت بعمل محشي فالدنيا متبهدله. هحط هنا الحوامل دي، بتنضف جدا في الغساله بتاعه الاطباق، هحطها في الغساله وهعملها على 124 دقيقه. طبعا دي الحراره بتاعتها بتبقى عاليه جدا، ما شاء الله بتنضفهم وبيطلعوا حلوين قوي. بقى هغسل بقى البوتاجاز، وهشيل بقى اللي هو الورق اللي انا حطاه ده، الالومنيوم ده، وانضفه كويس. المهم بقى يا جماعه، فعايزين دايما يعني، انت حاسه ان انت حماتك مثلا تعباكي، انت حاسه ان هي معاملتها معاكي مش كويسه، ممكن تغيري مثلا طريقتك، ممكن تشوفي حلول، مثلا تقعدوا مع بعض تتكلموا، تقول لها طب انا زعلانه من كذا كده يعني. المهم شوفي حل بحيث ان انت تبقي كويسه معاها، لانهم والله بيبقوا يعني هما طيبين يعني، هو زي عامله زي امك، فهتلاقي الدنيا والله فرقت معاكي جدا. طبعا انا بتكلم في الحاجات البسيطه، انا طبعا في كام واحده اشتكت لي من كام حاجه، فانا ان شاء الله هرد عليها يعني في فيديوهات تانية. بس انا عايزه في الفيديو ده اقول لكم اللي مش كل الحماوات وحشه، في حماوات كويسه جدا وجميله جدا. فانت تعاملي مع حماتك بما يرضي الله، يعني زي ما بتعاملي مامتك يعني، حطي في بالك كده ليا مامتك، وتعاملي معاها زي ما بتعاملي مامتك. والله بقى لو هي اتعاملت معاكي مش كويس، ده يعني هو حسابها عند ربنا، بس انتي اهم حاجة تكوني كويسة معاها. برضو حماتي برضو يعني حبيت فيها حتة يعني، هو طبعا انا ببقى زعلانه يعني، ببقى عايزاها هي في حاجه كده، لما يكون مثلا احنا بنجيب لها هدايا او كده ما بتبقاش عايزه تاخدها ابدا يعني، هي مش مستنيه من ابنها اي حاجه يعني. لما اجيب لها مثلا هديه، او جوزي يجيب لها هديه، طب ليه يا ابني بلاش تحيروا نفسكم، بتحيرنا جدا على ما بتاخد الحاجه. فعارفين اللي هي مش مستنيه من ابنها يعني، هي خلاص بتقول ابني اتجوز خلاص، يشوف اسرته، يشوف ولاده ايه اللي هم محتاجينه، خلاص انا مش لازم وكده. فدي طبعا هي حاجه كويسه يعني، طبعا نفسي ما تبقاش كده، نفسي تاخد يعني لما اجيب لها هديه او جوزي يجيب لها هديه، عادي ده هو ابنها فما فيش مشكلة. بس عارفين اللي هي مش مستنية من ابنها حاجة، لان انا بشوف حموات لا يعني، انا فعلا شفت بقى قدامي يعني، لا خلاص هي شايفة اللي ابنها لا لازم يجيب لي زي ما بيجيب لي مراته، هو بيجيب لها وما بيجيبليش، فهي حاطة نفسها دايما في مقارنة، وعلى فكرة بتتعب نفسها جدا. فلا فالحاجة دي ما شفتهاش ابدا في حماتي الحمد لله. واخت جوزي برضو عارفين، انا اخت جوزي دي يعني انا بحبها زي اخواتي بالظبط، جميلة جدا، لما بقعد معاها ببقى مرتاحة نفسيا، عارفين بيتعاملوا برقي كده، اللي هي خلاص برضو مشغولة بولادها وجوزها، ربنا يا رب يبارك فيها ويحفظها ويخلي لها زوجها يا رب ويبارك فيه يا رب، وحماتي يا رب يبارك فيهم ويديهم الصحة كده والعافية يا رب كلهم. لا هم مشغولين بحياتهم، مشغولين بولادهم يعني، خلاص هو ابنها يعني، هم شايفين اللي سواء اخوها اتجوز او ابنها يعني حماتي، خلاص شايفين اللي هو اتجوز ربنا يساعده، وهو اي حاجة بيعملها هو يعني هو حر فيها، هو بياخد قراراته مع نفسه، فدي حاجة جميلة جدا. ف
فخدي بالك بقى، يعني حاولي ان انت تغيري من معاملتك مع حماتك، يمكن تفرق يعني. وربنا يا رب يسعدنا كلنا يا رب، ويهدينا حمواتنا يا رب ان شاء الله. انا كده زي ما شفت وخلاص نظفت البوتاجاز، هحط بقى هنا تاني الورق اللي هو بتاع الالومنيوم ده، بيحافظ جدا على زي ما انتوا شفتوا طبعا، انا دلوقتي فتحته قدامكم شفتوه نضيف جدا. فهشيل بقى طبعا لازم وانا بعمله بشيل كده من عند الاشعال، وطبعا النار وقت يعني النار وهي بتخرج كده، لان طبعا لما بسيبه مش بيشتغل اصلا، العين مش بتشتغل خالص. فانا بفرغ كده من حواليه كويس، ومن هنا طبعا، وعندي مكان برضو اللي هو الاشعال الذاتي بس، وبحطه وبعمل بقى طبعا كل العيون بنفس الطريقة. بيحافظ جدا زي ما بقول لكم والله على العين، يعني هيفرق معاكم جدا. يعني انا خلاص ممكن بقعد مثلا كل مثلا اسبوع ولا حاجة على ما بشيله، فحلو يعني مش كل مرة بقعد بقى اشيل. انا طبعا كنت قبل ما بحطه كنت على طول بيبقى الاقي العيون لونها اسود كده، وبحتاج بقى ان انا كل شوية اغسلها يعني، لكن ده بيحافظ شوية عليهم. وطبعا كل عين بتبقى مختلفة عن كل بوتاجاز، ليه عين مختلفة يعني. فانت تحطي بقى الورق الالمونيا ده بس بحيث انه ما يجيش على الاشعاع. انا كده خلصت الحمد لله البوتاجاز كويس جدا، وكنت حاطة زي ما وريتكم الحوامل بتاعة البوتاجاز في الغسالة بتغسلهم جميل جدا. لو فيهم اي دهون عارفين عشان الحرارة بتبقى عالية فبتسيحهم. بنتي بقى اول ما بيطلعوا من الغسالة بليفة بس، يعني مش بسلكة حتى، بليفة بس بتمشي عليهم ما شاء الله بتنظفهم، وبيطلع منهم كل الحاجات اللي مش كويسة. طبعا انا كنت عاملاهم بالليل، ف يعني انا شغلت البتاع اللي الغسالة طبعا 124 دقيقة كتير، ف يعني بنام عادي وبسيبها شغالة يعني. هنا بقى خلاص السلة اللي انتوا شايفينها دي بحط فيها زي لو بخرط خضار، لو بخرط اي حاجة وانا واقفة على الحوض، بدل ما بنزل احط في اللي هي السلة الكبيرة بتبقى جنبي كده، جميلة جدا. وبرضو بلاش يعني وانتوا بتخرطوا اي حاجة تحطوها على الحوض يعني او على الرخامة. وبرضو السلة بتاعت اللي هي البريل والليفة بشيلها كده، وبمسح بقى الحوض بقماشة قطن كده جميلة جدا، بتخلي دايما الحوض عندي جميل وجف كده وحلو وكويس يعني. خلاص انا كده خلاص خلصت الكيس بقى اللي بحطه. طبعا ده بيحافظ جدا على السلة، بتلاقي السلة عندك نظيفة على طول وكويسة يعني، كتير مش بحتاج اللي انا اغسلها يعني. خلاص هنا برضو الرخامة التانية هشيل الحاجات اللي عليها. وهنضفها برضو كويس قوي. هنا انا كنت عاملة ينسون لابني، وبرضو يعني هي نظيفة، انا عندي على طول اكتر الاوقات الرخامة دي بتبقى نظيفة، فبمشي عليها كده بالقماشة المبلولة وخلاص يعني. لو في بقى اي حد يعني في مشكلة بتقابله عايزيني اتكلم معاكم في اي موضوع، قولولي في تحت في الكومنتات يعني، ونتكلم مع بعض وندردش مع بعض. هنا خلاص برضو هكنس الارض، انا على طول بكنس الارض بالمكنسه، هتفرق جدا احسن من المقشه بكتير قوي. بنضفها بقى يعني، الحمد لله الدنيا عندي نظيفه الحمد لله جدا، فيدوب بس بشيل الحاجات اللي هي في الارض كده بالمكنسه وخلاص بس. وده كان روتيني في تنظيف مطبخي، كل يوم بعمل كده بالليل، بقوم بقى مبسوطة والدنيا رايقة جدا معايا. يا رب ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.